ما يمكن لنا إلا نفتخر اليوم بالمؤشرات المهمة التي حققها الاقتصاد الوطني، خاصة بالنسبة لمناخ الأعمال والنشاط ديال المقاولات الاقتصادية. هذا الشيء كنقولوا بناء على العديد من المؤشرات، منها أن التقارير اليوم كتبين أن 72% من المقاولات المغربية كيعتبروا بأن مناخ الأعمال ببلادنا طبيعي ومناسب للتطور. كذلك كيبان من خلال ارتفاع قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة بأكثر من 50% مقارنة مع السنة الماضية، بحيث بلغت الاستثمارات الأجنبية في 9 أشهر الأولى من هذه السنة 16.3 مليار ديال الدرهم. وهذا الشيء ماشي غير احنا بوحنا اللي كنقولوه، البنك الدولي مؤخرا دار واحد التقرير ديال بيزنس ريدي اللي حددوا فيه 1200 مؤشر متعلق بالظرفية ومناخ الأعمال بالنسبة لخمسين دولة صاعدة بالنسبة للمقاولات. وقلنا الحمد لله فهاد 50 دولة كتحتل مراتب متقدمة، والمعدل ديال المغرب كيتجاوز المتوسط بالنسبة لخمسين دولة المعنية بهذا التقرير. وستة ديال المجالات كبرى من أصل 10: إطار قانوني لخلق المقاولات، الخدمات المالية، شفافية الجبايات، التجارة الخارجية.